عامه ديال لا ديتوكسيكاسيون ولا ديتوكسيفيكاسيون، عطاتنا واحد المنتوج كاين في واحد اون بروتين، واحد البروتين كاين هو اللي كاين في جدار الخليه، في جدار لا مومبران ديال الخليه، هو سميتو لافيكوسيانين. لافيكوسيانين هو كاين في لاسبيرولين، ولكن مني خرجاتوا لينا لاسبيرولين، لا الشركه من لاسبيرولين وعطاتوا لينا سو فورم دو فيكوسيانين، بروتين ازرق يعني المفعول ديالو اونتي اوكسيدون مضاد للاكسده، تضرب 700 مره اكثر من هو داخل لاسبيرولين، لان داخل لاسبيرولين هو محاط بلا مومبران ديال لا سيلول، وايضا محاط بلا كلوروفيل. يعني ملي كنشربوا لاسبيرولين كناخذوا غذاء، كنستافدوا من جميع العناصر المغذيه، ولكن لاستيكوسيانين هاد الدعامه اللي مضاد للاكسده وداعم للسيستم ايمونيتير ما كنستافدوش منه 100%. فما شاء الله الشركه في ظل الابحاث العلميه، الابحاث البيولوجيه البيوتكنولوجيا، لقات طريقه ديال الابنه، هذه طريقه حصريه لدى الشركه، اكس ان بروسيسوس ديكستراكسيون ناتيفي اكتيف، عطانا لافيكوسيانين. هو بروسيس كاين على ماء، مبني على محلول مائي 100%، ما فيه لا مضافات لا كيماويه لا 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 مواد مضافه، لا تريتمون حراري، لا بريسيون، لا شي حاجه. يعني بروسيسوس عطانا لافيكوسيانين بكل ماده نشطه 100%، كيف ما كتدعم الخليه ديال لاسبيرولين وهي في الطبيعه وهي في الماء العذب، فعطاتها لنا بطريقه 100% طبيعيه 700 مره اقوى. فما شاء الله دعمنا لو سيستيم ايمونيتير ديالنا، الانتي اج بالنسبه كيعطي طاقه مضاد للاكسده، وايضا داعم للسيستيم ايمونيتير ديالنا. هنا غادي نتكلم عليه، هنا عطاتنا اربعه المنتوجات خاصه خاصه فيها لافيكوسيانين بيان سور، زائد المنتوج ديال لاسبيرولين. نمر بالنسبة للمنتوجات اللي فيها لافيكوسيانين، عطاتنا أربعة ديال المنتوجات، عطاتنا لو ناتورابلو فيه لافيكوسيانين. هنا كنهضر على المادة النشطة ديال لافيكوسيانين، ما كنهضرش على لاسبيرولين. هذا بالنسبة للناس اللي كيقول لك أنا عندي حساسية لاسبيرولين، عندي الغدة الدرقية مريضة، ما كنقد الطبيب ديالي مانع ليا ناخذ لاسبيرولين. هنا لافيكوسيان لو ناتورابلو فيه لافيكوسيانين زائد لو فيتامين سي. ملي كنعرض لافيكوسيانين للضوء فكتعطينا واحد لا فلوريسونس حمراء، هنا هني كتبين ان الماده النشطه، وهذاك البروتين كيف ما هو مضاد للاكسده داخل لاسبيرولين، فباقي بالنشاط ديال سو، كيف ملي غادي ناخذو كيعطينا داك الاضافه، يعني كيدعم لنا هنا الخلايا الجذعيه ديالنا، لان لو سيستيم ايمونيتير ديالنا الجهاز المناعي ديالنا كتضمنوا لنا الخلايا الجذعيه، لان هي اللي كت تريجينيري، يعني كيتملتيبلي الانتاج ديالها داخل الجسم ديالنا، وكتضمن لان تقريبا الجسم ديالنا يوميا كينتج 3 المليون ديال الخلايا الجذعيه. ففضل لافيكوسيانين هنا كنجددوا لو غونوفيلمون ديال تجديد الخلايا الجذعيه، كتضمن لنا ان الوظائف ديالنا سورتو الوظيفه ديال الخلايا ديال الدم ولي ديفونس ايمونيتير ديالنا ديال الجسم ديالنا فكتضاعف يوميا بشكل طبيعي 100%. عطاتنا دونك هنا باش تدعم لنا الجهاز المناعي، عطاتنا لوناتي غابلو فيه لافيكوسيانين زائد لا فيتامين سي. لا فيتامين سي جات لنا ايضا من الطبيعه، من منتوج لو كامي، وهي فاكهه استوائيه تقريبا كتعطينا 20% ديال لابور ديال فيتامين سي. وهنا كنعرفوا هنا كنا عشنا التهافت ونقصان فيتامين سي في الاكزخانات ديال لي فارماسي ديال العالم ككل، لان الناس بدات كتجري تاخذ فيتامين سي. الحمد لله هنا الشركه في ظل هاد لوناتي غابلو عطاتنا منتوج فيه لافيكوسيانين زائد لا فيتامين سي، وهو فيتامين سي عضوي نباتي ماشي كيميائي، ماشي ما كيضرش الكلى ديالنا بطبيعه الحال، هذا كتبقى الجسم ديالنا الحمد لله كتبقى لابسوربسيون لاسيميلاسيون ديالو في الجسم ديالنا طوله اليوم، وكنحسنوا بواحد كنحسوا بواحد انتعاش ديال الجسم ديالنا طيله اليوم. عطاتنا ايضا بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه للفيتامين سي، عطاتنا لو ناتورا اكزوتيك. لو ناتورا اكزوتيك عطاتو لينا بمذاق الجنجبر
هنا زادت ليه منتوج ديال لو جينجومبر، هنا الزنجبيل، وايضا منتوج القرفه لا جينجومبر ولا كانيل، وعطاتنا فيه ايضا لو ريشي وهو واحد الفطر صيني يعني معروف علو يعني منشط للذكاء، يعني لو كيو اي لو كوفيسيون دانتيليجونس، وايضا كيعطي الطاقه للجسم. في ظل لا كانيل سي ان انتي اوكسيدون مضاد للاكسده، لو جينجومبر ايضا كيعطي الجسم والطاقه للجسم، بالاضافه بطبيعه الحال لا فيكوسياني. عطاتنا منتوج ثالث بالنسبه لي سبورتيف اللي خلال لو سبور، وهنا كنهضروا على لي سبورتيف دو او نيفو، الجسم خلال العمليه ديال الرياضيه كي لا ديفيزيون لو رونوفيلمون سيلولار، وتدفق الدم كيكون بشكل كثير جدا. فكيفاش هذاك لو سبورتيف دو او نيفو يشتغل ويعطي دي بيرفورمانس نتائج جيده بلا ما يضر الجسم ديالو؟ هنا عطاتنا لو ناتورا سبور فيه لاسبيريلي باردون، فيه لا فيكوسيانين، وفيه لا فيتامين بي 9. بطبيعه الحال ما كايناش لاسبيريلين هنا، هاد لا فيتامين بي 9 كتعطينا معروفه، وهذا لا فيتامين بي 9 او لا حامض الفوليك، فكيعطينا بشكل طبيعي بشكل ناتوريل الاحماض الامينيه، وكيساهم يعني في كي دي انقسام الخليه، اذا انقسام ديال الاحماض الامينيه لا دي ان. كيف في هنا خلال العمليه الرياضيه الحمد لله فضل هذا الفيتامين بي 9 كتساهم في السير العادي الانتاج الاحماض الامينيه، لا فورماسيون ديال الانتاج ديال الخلايا ديال الدم بشكل طبيعي، لان هنا تدفق الدم كيكون كثير خلال الجهد العضلي ديال الرياضي، وايضا لو سيستيم ايمونيتير كتحافظين عليه باش يشتغل بطريقه طبيعيه، وايضا هنا الرياضي كياخذ دي دوز بطبيعه الحال قبل العمل الرياضي، وايضا بعد العمل الرياضي، وهنا كتنقص له الاجهاد، لان بارفوا لا بيريود ديال لا ريكوبيراسيون كتكون صعيبه، لان كيكون الجسم ديالنا الا ما عطيناش مكملات غذائيه دقيقه يقدر الجسم ديالنا يبقى محتاج، ونضر العضلات، نضر الاعضاء ديال مثلا الاعضاء ديال لو سكيليت، نضر الجهاز الاعضاء كلها. سو كيفي باش يكون العمل الرياضي صحيح وسليم، هنا عطاتنا هذه الشركه هذا المنتوج، وايضا كي هذا الفيتامين بي 9 ايضا كيساهم وكيسهل لنا عمليه انقسام الخليه. ايضا عطاتنا الالبومين، هذا الالبومين هو بروتين كيكون في الجسم ديالنا، وخاص كيدعم لنا كيدعم لا ريباراسيون، يعني اننا نحافظوا على العضلات ديال الجسم ديالنا، وخاصه عضلات ديال القلب وعضلات ديال اللي شاده لنا لو سكيلت او الجهاز العظمي ديالنا. هنا باش نحافظوا عليه باش يكون واحد لابور ديال لي بروتيين بالشركه بشكل طبيعي، الشركه عطات لو سبورتيف الالبومين. هنا كنلقاوها بطبيعه الحال كنلقاوها في البيض، كنلقاوها في الدم، كنلقاوها في الحليب، ولكن عطاتنا هنا بشكل طبيعي باش الرياضي كتعطيه عطاتو احماض امينيه اساسيه بشكل طبيعي، باش كيتدعم كتدعم لنا الخليه، لان هنا كتشتغل بشكل كثير. عطاتو ايضا لارجيني واحد الحامض اميني غير هو اساسي، لان ما كتنسوش الجسم ديالنا باش كتدعم انتاج البروتين بشكل طبيعي. بطبيعه الحال هذا المنتوج ديال لو ناتورا بلو فهو عنده لو لابيل ديال اونتي دوباج، يعني الشركه عطات لو سبورتيف دعامه اساسيه باش كيعطي دي بيرفورمانس بشكل طبيعي بلا ما يتعرض انه كياخذ منتوج ديال الدوباج، وكيقدر يتعرض لعقوبات، وهو ما عارفش يقدر ياخذ واحد المنتوج هو ما عارفش ان راه فيه دي دوباج، يعني كيعطي واحد محفز للسيستم ايمونيتير والاعضاء ديالنا باش يشتغلوا بكل، هو ما عارفش. دونك هنا عنده لو لابيل، وما شاء الله عندنا دي سبورتيف حاليا مغاربه رياضيين كرات، يعني الالعاب القوى العاب كره القدم كيستهلكوا لي برودوي ديال اكزيليس. هنا بطبيعه الحال الجرعه الاساسيه وهي دو بوشون كناخذوهم كنا صحاح او لا مرض، نفس المقدار ديال لاسبيرولين، نفس المقدار ديال لافيكوسي اللي كناخذوا هنا بطبيعه الحال باش كنضمنوا هاد التغذيه دقيقه كتعطيوها الاجسام ديالنا. عطاتنا ايضا واحد دي ساشي، يعني فكرات في كل شيء، يعني ممكن انا نكون ما عنديش ما كيناش في البيت وخاص ضروري هذا المنتوج نحطه في مكان ما يكونش فيه معرض للضوء، باش كيتبقى ديك المواد النشطه ما كتعرضش للضوء، باش ما كتبقاش ديك التفاعلات ديالها مع الضوء. فمني كناخذها انا ديك الساعه كنستافد منها بشكل طبيعي، كنحتفظ بها في مكان مظلم. فعطاتنا ايضا لو ليميتليس، عمل الاسم ديالو يعني القوه القصوى،
ليميتلس، يعني يا با دو ليميت للانرجي والطاقه ديال الجسم. هنا الا كان المنتوجات بثلاثه فيهم واحد لو كونسونتري ديال 8 مليليتر ديال لافيكوسيانين، دونك عندنا عندنا تقريبا كل فلاكون فيه 250 مليليتر وفيه 8 مليليتر، دونك فيه 250 مليليتر فيه كل بوشون كيعطينا 8 مليليتر، دونك حنا محتاجين دو بوشون باش كناخذوا 16 مليليتر اللي محتاج ليها الجسم ديالنا من لافيكوسيانين ومن فيتامين سي وكل المكونات الغذائيه. هنا عطاتنا لي ليميتليس بكونسونتراسيون ديال 75 ملي غرام ديال لافيكوسيان زائد العسل لي ميل فلور. فهنا عطاتنا ان كونسونتري نقدر نستعمله انا مسافره وانا كنسوق المسافه الطويله. وهنا نقدر في ان ساشي كنديرو في واحد كل هذه المنتوجات بطبيعه الحال كناخذها في ان غران فيغ دو على شكل محلول، شكل محلول فاش كتتم لابسوربسيون ديالها مباشره من طرف الخليه ديالنا. هذا بالنسبة للمنتوجات ديال لافيكوسيانين.